بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا أصحاب بصائر تعي آياتك وتأخذ ببعض حكمها وتستنير بها عبر حياتي الدنيوية، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان ولا عدوان إلا على المشؤومين الأنذار. واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا واشرب بقلوب من اجل بكفرهم، قل بئس ما يامركم بايمانكم، او قبل من الايمان، لكن هو لونتي ايمان، لونتي فوا، لونتي كونفيكسيون. قل بئس ما يامركم بايمانكم، كما الكرب، ما عندكمش ايمان، عندكم عكس الايمان صحيح، ولكن علاش الخزيق مالا والعياذ بالله، ولا ماشي جماعة مخذولة من ذاتها كجماعة الكرب، خونوا بعضهم، يستغلوا بعضهم، يكذبوا على بعضهم، يثنوا على بعضهم، يخلقوا مشاكل لروحهم لبعضهم. تعاد القتل اللي قاعد يقع اليوم في أرض الكرب عنده صلة بالإسلام وبما يريد الرب؟ أبدا، برا صحوا روحكم، ثبتوا روحكم فين انتم؟ انتم الخزيق وغرقين في ظلمات الديليريت، يعني هذيانات والهذاءات، بسيكوز، غرقين تماما، ولا ماشي واحد يلوج يخرب بيته بيده ولا يقتل غيره بتوبه باطله، مجرد هكا يظهر لك هذاك كافر بيمني ليك، ولا كافر، اي عاصي اسمي، كل انسان يعصي بقصد وبغير قصد، لكن من المعصية تبدو كافر، لا إله إلا الله، من ليك الحكم هذا من جاك. وعلى قلنا لكم قبل برا، قلنا لكم تعودوا بيا فساد، وبعد تلاقيوا جزاءكم في الدنيا والآخرة، وما تجربش تعرف كل واحد منكم كيف تأخذوا القوة القضائية، تمسكوا وتحقق معاه حتى تكرعوا فيما ستر نفسه حين يكون مباشر إجرامه، سواء كان إجرام في حق الناس، في سمعة الناس، في شرف الناس، في مال الناس، في الملكية التي لا يحق له أن تكون له، ولو مجر هذا ماشي يجي، ولا بالله العظيم كما تكون معك كما عهدتموها المحاكم اللي هي كافية قدر هي بالوقت، ربي سريع حساب شد العقاب، نسأل الله السلامة.